الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المرسلين. وبعد، عن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ نزل عليه والمرسلات وإنه لا يتلوها، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب وهو في صحيح الجامع. وقلت: قد تكررت آية ويل يومئذ للمكذبين في هذه السورة 10 مرات. قال القرطبي: جمهور المفسرين على أن المرسلات الرياح. ثم قال: ومعنى عرفا يتبع بعضها بعضا كعرف الفرس. ثم قال: فالعاصفات عصفا، الرياح بغير اختلاف. قال الطبري: إن الله تعالى ذكره أقسم بالناشرات نشرا، ولم يخصص شيئا من ذلك دون شيء، فالريح تنشر السحاب، والمطر ينشر الأرض، والملائكة تنشر الكتب. الفارقات فرقا. قال القرطبي: الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وأبو صالح. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: ما تفرق الملائكة من الأقوات والأرزاق والآجال. ثم قال: فالملقيات ذكرى، الملائكة بإجماع، أي تلقي كتب الله عز وجل إلى الأنبياء عليهم السلام. قال الطبري: عذرا أو عذرا، يقول تعالى ذكره فالملقيات ذكرى إلى الرسل إعذارا من الله إلى خلقه وإنذارا منه لهم. إنما توعدون لواقع. قال القرطبي: هذا جواب ما تقدم من القسم. فإذا النجوم طمست. قال الطبري: فإذا النجوم ذهب ضياؤها. ثم قال: وإذا السماء فرجت، يقول: وإذا السماء شققت وصدعت. وإذا الجبال نسفت، قال ابن كثير: أي ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثر. وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت ليوم الفصل، قلت: فسرت الآية الثانية الأولى، وفسرت الثالثة الثانية. من ماء مهين. قال الطبري: يعني من نطفة ضعيفة. ثم قال: فجعلناه في قرار مكين، يقول: فجعلنا الماء المهين في رحم استقر فيها فتمكن. ثم قال: كفاتا، يقول: وعاء. ثم قال: عن قتادة، قوله: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يسكن فيها حيهم ويدفن فيها ميتهم. انتهى. قرأ الكسائي ونافع وأبو جعفر: فقدرنا بتشديد الدال، والباقون بغير تشديد، كما جاء في موقع نون للقرآن وعلومه. قال الأزهري في معاني القراءات: هما لغتان قدر وقدر، ومنه قول الله عز وجل: فقدرنا فنعم القادرون، المعنى: فقدرنا فنعم المقدرون. وجعلنا فيها رواسي شامخات، وأسقيناكم ماء فراتا. قال القرطبي: يعني الجبال، والرواسي الثوابت، والشامخات الطوال. ثم قال: والفرات الماء العذب. قال الطبري: إلى ظل دخان ذي 3 شعب، وذلك أنه يرتفع من وقودها الدخان فيما ذكر، فإذا تصاعد تفرق شعبا 3. انتهى. قلت: أجمع العشرة على قراءتك القصر بسكون الصاد، وقرأ جماله بكسر الجيم على الإفراد حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر، والباقون على الجمع جمالات مع كسر الجيم، إلا رويس عن يعقوب الذي ضم الجيم فقرأ جمالات، كما جاء في موقع نون للقرآن وعلومه. كالقصر. قال السيوطي في الحاوي للفتاوي بسكون الصاد، والمراد به البيت. قاله ابن قتيبة. وقال ابن مسعود: كالحصون والمدائن. ثم قال: قرأ ابن عباس جمالات بضم الجيم، وفسره بحبال السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون كأوسط الرجال.
رواه البخاري في صحيحه، ثم قال وفي رواية عن عند ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن المراد بقوله جمالات صفر قطع نحاس. وقال البغوي قرأ حمزة والكسائي وحفص جمالة على جمع الجمل مثل حجر وحجارة، ثم قال قرأ الآخرون جمالات بالألف وكسر الجيم على جمع الجمال، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير هي حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال. صفر جمع الأصفر يعني لون النار، وقيل الصفر معناه السود. قال ابن كثير فإن كان لكم كيد فكيدون، فإن كان لكم كيد فكيدون تهديد شديد ووعيد أكيد، أي إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلوا فإنكم لا تقدرون على ذلك. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ قال مكي بن أبي طالب أي بعد القرآن إذ كذبوا به، فبأي شيء يؤمنون بعده إيمانا ينتفعون به؟ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.